تصريحات المدير الفني لمنتخب السودان، ومنه لفاصل ثم نستقبل ضيفنا الكبير اليوم، الكابتن الكبير، واحد من مواهب الكرة المصرية الكبيرة، اسم رائع جدا في تاريخ النادي الأهلي وبالتأكيد مع منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر الأول، وهو حاليا المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي، الكابتن الكبير كابتن وائل رياض شيتوس معانا بعد هذا المؤتمر لمدرب السودان، ثم فاصل نستقبله إن شاء الله، خليكم معنا. أنا أفتكر يمكن فعلا في المباراة بتاعت نيجيريا الفريق قدم مستوى طيب جدا، وكان قريب أنه يطلع نتيجة إيجابية لو ما بعض الأخطاء يمكن وقع فيها الفريق يمكن كلفتنا الخسارة بتاعت الماتش، بالذات يمكن الهدف في بداية الجيم يمكن كان له دور كبير جدا في رفع الروح المعنوية بالنسبة للمنتخب النيجيري، وساعدته كثير جدا على أساس أنه يلعب من غير ضغوط وقدر يستفاد من الهدف المبكر، وكان له دور كبير جدا في التغيير بتاع النتيجه. انا افتكر دي مباراه انتهت ودي مرحله انتهت، ويمكن بعد المباراه خططنا روحنا وجهزنا نفسنا لمباراتنا المصيريه المهمه بالنسبه للمنتخب المصري، يعني كلنا بنعمل بنعلم يمكن سمعه المنتخب المصري وامكاناته كمنتخب رايد في القاره الافريقيه وبنتائجه الايجابيه الحقيقه في بطولات كثيرة لمساحات التجمعات، لكن بفتكر برضو احنا كمنتخب سوداني عندنا طموح وجينا من اجل طموحنا، عشان كده لازم بنزعة عشان نطلع بنتيجة ايجابية ونصل لاهدافنا. بداية حديثي يعني قلت يمكن المنتخب المصري يعني من احسن المنتخبات الافريقية سمعة وامكانيات على مستوى التيم كامكانيات فردية لبعض العناصر مكتسبة بالخبرة الكبيرة يمكن من خلال مشاركتهم في أوروبا، ويمكن الجمعية في شكل التيم، لكن ده كله أنا أفتكر ما بيمنع يكون عندنا طموح وأهداف ده نحققها نحن فعلا. بنفتكر بأنه يعني كرة القدم احتمالات فوز واحتمالات خسارة واحتمال التعادل، دي كلها واردة في كرة القدم، رغم قوة الخصوم بعض مرات في بعض المباريات، لكن ما بتمنع من الاحتمالات، عشان كده احنا بنلعب على الاحتمال انه نحقق فوز ونطلع بنتيجة ايجابية عشان نضمن حظوظنا ونواصل في هذه البطولة. ما بيمنع بانه المنتخب المصري رغم امكاناته بنحترمه كمنتخب مصري ومنتخب كبير، لكن ده ما بيمنع طموحنا عشان احنا بنحاول نحقق له نتيجة ايجابية في هذه المباراة. طبعا دي أول مباراة زي ما قلت يعني بتجمعنا مع منتخب عربي، وخصوصا مع المنتخب المصري يعني اللي هو يعني جارنا وشقيقنا، ودايما يعني بتكون في النديه وبتعتبر مباراه ديربي بالنسبه لنا في السودان يعني، ودايما يعني احنا بنعرف ودايما يعني المنتخب المصري يعني عنده الافضليه، بس يعني احنا ان شاء الله بكره ما حنكون يعني خصم سهل، يعني عندنا اهدافنا برضو عندنا طموحاتنا وجايين البطوله دي يعني لاهداف يعني، وان شاء الله هنحاول نقدم افضل ما عندنا يعني بكره، ونكون نادي قوي يعني للمنتخب المصري اللي هو يعني كل الناس عارفينه من افضل المنتخبات في القاره، وان شاء الله يعني نطلع بنتيجه ايجابيه بكره تاهلنا للمرحله الجايه ان شاء الله. يمكن المنتخب المصري عنده لعيبه على مستوى عالي بيلعبوا في انديات في اوروبا على اعلى المستوى، مثال لاحمد صلاح، مثال للني، يعني مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المميزين، وحتى يمكن بيلعبوا في الدوريات العربيه والدوريات المصريه، يعني معروفين من خلال امكاناتهم الفنيه وخبراتهم الكبيره يمكن بيتمتعوا بها، وانا افتكر يمكن زي ما قلت فعلا يعني المنتخب المصري يمكن معظم مبارياته يمكن لصالح المنتخب المصري، لكن ده كله ما بيمنع الناس تصل لاهدافه ولطموحها، يعني يمكن رغم قلت انا في بدايه حديثي رغم قوه المنتخب المصري وخبرته وامكاناته الكبيره في بعض عناصره، لكن ده ما بيمنع طموحنا. وكل مباراة بظروفها، كل مباراة بأهدافها، كل مباراة بمحتياتها، احنا بنتمنى زي ما قلنا بكرة إن شاء الله نكون احنا في اليوم، وده يكون يومنا ويوم زي ما بيقولوا يومنا نطلع فيه بنتيجة إيجابية ونحقق نص، يعني زي ما قلت في بداية حديثي نطمع عشان نواصل في هذه البطولة ونلعب نمشي في غضمة في هذه المنافسة.